السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من ساعة صباح، وفيها زيت الزيتون طعام وتداو وتجميل، فما هي أبرز أنواع الزيت واستخداماته، وهل تزيد قيمته الصحية بخلطه بمواد بعينها؟ متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي، احكوا لنا عن أبرز استخداماتكم الشخصية لزيت الزيتون، هل هي في مجال الطهي مثلا أم التجميل أو التداوي؟ كذلك إن كانت لديكم أي استفسارات حول فوائد الزيت وأشهر وصفاته فأرسلوا بها إلينا عبر صفحتي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر ليجيب عليها ضيف الحلقة اليوم من ساعة صباح، فشاركوا. مرحبا بكم. تحظى شجرة الزيتون بقيمة عالية في التراث الثقافي العربي، فهي شجرة المباركة ورمز السلام ومادة الطعام والاستشفاء والطاقة. أما زيت الزيتون فيعد من أنقى وأجود الزيوت الطبيعية، لذا يستخدم على نطاق واسع في مجالات مختلفة بين الطهي والتجميل والتداوي. وفي حلقة اليوم من ساعة صباح سنتعرف على أبرز أنواع زيت الزيتون وأشهر استخداماته، كما سنتناول أبرز الوصفات الطبيعية لتناول الزيت منفردا أو مخلوطا مع مواد طبيعية أخرى. تابعونا. بنشتغل في مجال زيت الزيتون من 1963. بخصوص الأنواع زيت الزيتون، طبعا في غزة في السري، في أنواع الكي 18، في الشملاني، طبعا أفضلهم اللي هو السري لأنه بيحتوي على نسبة زيت تقريبا من 18 إلى 25%. طبعا في غزة أو في الضفة السري هو أجود الأنواع. بخصوص الموسم، يعني بيبدأ الموسم تقريبا في 15/10 في الضفة الغربية، في غزة قبل بيكون في غزة اكتمل النمو تبع، ممكن في غزة بيسبقوا في قطفه، بيكون اكتمل نضج زحبة الزيتون، صار فيها زيت كفاية في غزة، طبعا نظرا لأنه في غزة بيتم سقيه بالماء، في الضفة الغربية كله يعني مياه الأمطار. في ناس طبعا السري بيكون اللون تبعه أدقل وكل مواصفات الزيت بتكون فيه، في ناس بيكون بتحبه خفيف مثلا بتجه للكي 18، طبعا احنا في الشركة هنا بنشتغل في السري بس. إنتاج غزة تقريبا تستهلك من 3400 طن في السنة، إنتاج غزة تقريبا يعني 2400 طن، طبعا العجز هذا بنغلقه احنا من الضفة الغربية. وقبل الحديث عن الفوائد الصحية والغذائية لزيت الزيتون، نذهب أولا إلى فلسطين المحتلة وتحديدا إلى قطاع غزة، حيث نلتقي مراسلتنا هناك غالية حمد، أو تلتقي هناك مراسلتنا غالية حمد بعيسى الدحدوح، وهو أحد مزارعي الزيتون في القطاع، ليعرفنا على أجود أنواع زيت الزيتون وطرق تمييزها. غالية تفضلي.
شكرا جزيلا لك، صباح الخير لك زميلنا محمد وللسادة مشاهدينا مني ومن الحاج عيسى الدحدوح وهو مختار عائلته كما أنه ممثل المزارعين في منطقة مدينة غزة. سيحدثنا بداية بعد أن نرحب به معنا في ساعة صباح عن أنواع زيت الزيتون وعن ما يمكن أن تعطينا إياه ثمرة الزيتون، هل يمكن أن تعطينا فقط زيت أم أن هناك خلاصات أخرى يمكن أن نستفيد منها؟ تفضل يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر فضائية الجزيرة مباشر على هالفرصة الطيبة اللي سمحت لنا بهذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر فضائية الجزيرة مباشر اللي سمحت لنا على هذا اللقاء. شجرة الزيتون شجرة مباركة ذكرت في القرآن 7 مرات والتين مرة واحدة، والتين والزيتون وطول السنين. الشجرة هذه يعني سبحان الذي يعني ذكرها في القرآن، يكاد زيتها يضيء لا شرقية ولا غربية، هي في حوض البحر الأبيض المتوسط يعني في مناطق الساحل، نستفيد منها الزيت، الزيتون، الكبس، التفل تبع الزيتون يستخدم للنار ويستخدم لل يعني لل التفل اللي هو بعد الثمرة بعد ما تنطحن او التفل النوى تبعها بياخذوه للتدفئة للنار، وفي بخش في بعض صناعات العلف للأغنام. يعني كلها ثمرة الزيتون كلها يتم استخدامها، لا شيء يلقى به إطلاقا. يلقى به على الأرض. طيب يا حاج، أنواع زيت الزيتون لو حدا بده يروح يشتري، إيش أفضل الأنواع وهي شو هي الأنواع أساسا؟ الزيتون اللي عندنا في غزة صار كذا صنف وكذا نوع. أفضل أنواع الزيت والزيت اللي هو في غزة زيت الزيتون السري، بعديها بيجي زيت 18، بعديها الشملال المحسن، بعديها النبالي، كذا نوع. أما أفضل نوع متعارف عندنا في غزة اللي هو زيت الزيتون السري. طيب يعني منعاً لأنه إنسان ينغش قبل ما يشتري زيت الزيتون، كيف ممكن يميز بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش؟ زيت الزيتون الأصلي هو مصدر ثقة، يعني من مزارع يكون ذو مصدر ثقة أول حاجة، يا إما بحضر الدراس في المعصرة، يعني أي مزارع اليوم بده يدرس كمية من الزيتون، أنا يا مواطن بدي أروح أشتري أحضر الدراس، يا إما بيكون مصدر ثقة، لأنه اليوم إحنا بنعاني من دخول الزيت اللي بيجينا من خارج البلد كله مغشوش، سيرج ذرة وعليه روح الزيت، ونطالب من الحكومة ومن حكومة الوفاق ومن حكومة إدارة الأعمال أنه بعدم إدخال أي أصناف من الزيت من خارج البلد، وإذا كان هناك نقص في الزيت فليكن من شطري الوطن، من الضفة لغزة أو من غزة للضفة. إذن أنت بتقول أنه الزيت اللي بالبلد أفضل بمراحل من الزيت المستورد؟ كتير 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 أفضل من الأرض للسماء، كله سيرج ذرة وعليه روح الزيت كل اللي بيجينا من برا. يعني طيب انت قلت نصيحه مهمه انه يحضر عصر الزيت أو عصر الزيتون او شو يعمل لحتى ما ينغش، يعني اعطينا بعض النصائح. يعني من مواطن يكون معروف مصدر ثقه، لانه الزيت يعني والعسل حاجتين هذول اذا نغش فيهم بنضر الانسان. العسل اذا اكله مريض سكر وهو كان مطبوخ طبيخ وسكر بيعلى السكر وبنحرق وبموت، والزيت اذا كان سيرج وعليه روح الزيت بيعلى معاه الكوليسترول وبنضر وبموت. اما المواطن اللي بده ياكل زيت زيتون ويكون مصاريه حلال، يا بحضر الدراس يا بياخذ من مواطن رسمي مزارع مش تاجر ويكون مصدر ثقه. طيب يا حاج، زيت الزيتون كل انواعه بينفع تستخدم لكل الاغراض؟ يعني مثلا في زيت زيتون خاص بالاكل، في شيء للعلاج والتداوي، في للتجميل. كل الزيت ينفع للاكل وينفع لكل حاجه، لكن في ناس بتحب الزيت الخفيف، في ناس بتحب الزيت الثقيل. احنا اللي عندنا متعارف هنا افضل انواع الزيت اللي هو زيت الزيتون السري، بعدين بيجي زيت الشملالي، بعدين بيجي زيت ال 18، بعدين النبالي المحسن، عندنا كذا صنف من الزيتون. يعني انت عدوا نعمة الله فلا تحصوها. حاج، ممكن تشرح لنا شو هو زيت الزيتون البكر؟ زيت الزيتون البكر اللي هو من الشجر للحجر، يعني ما يتعفنش في الاكياس، يتعبى في بوكس. احنا للسنه ان شاء الله في عليا مع اخونا الحاج نصر ابو عوده، معصره ابو عوده، انه يوفر لنا مخالات تنقل الزيتون من الارض للمعصره مباشر، ما ينوضعش في اكياس حتى لا تزيد فيه نسبه يعني الحموضه. ما له علاقه بالقطفه الاولى او لا لا لا، هي القطفه اللي بتاثر على الحموضه وارتفاع نسبه الحموضه، القطف باليد او الضرب بالعصا.
إذا انقطف في اليد حبة حبة وتعبى في بكس هاوية أو في مخلات بتوصل زيت أرجنت يعني نمبر ون. أما إذا انضرب بالعصاية وتعبى في كياس مطرحها علف أو زبل أو سماد أو كذا، هذا بتاخذ زيت حموضة لا يصلح للأكل البنادم. زيت الزيتون البكر هو اللي حسب طريقته والاهتمام بعصره. نعم، يكون الحب نظيف مكتوف باليد، مش مضروب بالعصا، ما يتعفنش ولا يتشون، يضل 4-5 كياس 6-5-6 ايام في الكياس ويتعفن ويصير لون الزيت زي مية المجاري الله يعزك، اسود اسود مية الزيتون. هذا لا يصلح للاكل، هذا بنفع للصابونه بس فقط لا غير، لصناعه الصابون. طيب انت سقتنا لسؤال احنا كنا بدنا نسالك عنه، انه استخداماته لزيت الزيتون، انت قلت انه في هي تدخل في بعض الصناعات. نعم. وصفات طبيه صحيه. نعم. اشرح لنا بعضها. بدخل زيت الزيتون أول إشي له فوائد كثيرة. زيت الزيتون فوائده يعني لو تناولت معلقة صغيرة على الصباح يساعد في تحسين صحة الإنسان. هذا الإنسان منذ القدم اتجه للطبيعة، والطبيعة من أهم مصادرها اللي هي كانت إنتاج زيت الزيتون. اليوم إحنا التطور الحديث والثقافة الحديثة وقلة الالتجاء للطبيعة سببت لنا مشاكل كثيرة، لكن احنا الافضل نرجع للوراء انه هو زيت الزيتون. يعني معلقة صغيرة على الريق بتحسن الهضم، بتساعد على لانه يحتوي على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة مثل الأحماض الدهنية الغير مشحنة، يساعد على تليين المعدة والتخلص من الإمساك، ويساعد في عملية الهضم مع عصير الليمون. معلقة على الريق تفيد على القضاء على القرحة والالتهابات المعدة والتخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي والتخلص من الغازات والانتفاخات. طيب أنا خليني أسألك، زيت الزيتون من دراس مرحلة العصر إلى المائدة فورا أم أنه في إضافات لازم تكون مضافة له؟ ولا إشي، لازم يكون نظيف صافي منقى، وانت بده تضيفي عليه ليمون، بده تضيفي عليه اي حاجه، هذا برجع لي يعني فقط على قدر ما بناكل منه، اما مش على التنكه كامله. لا لا لا، بس على قدر ما بدك تحطي. ما انت بيحتاج أي لا لا، ما بيحتاج الزيت النظيف الصافي، ما بيحتاج اي اضافات، لا بده صبغه ولا بده لون ولا بده ملح ولا بده اي حاجه. انت بتحط في التنكه لازم يكون في مكان بارد، عدم التعرض للشمس، عدم التعرض في مكان يكون درجه حرارته اعلى من 27، يعني يكون مكان بارد لطيف. الزيت لو تسخن على سيرة درجة الحرارة هل بصير مضر له او بيفقد طعمه او نكهته؟ فوائده لو ارتفع درجة الحرارة في الجلي او في التسخين عليه بيفقد درجة حرارته. يعني لو بدك تكسري لك بطين ولا تسوي اشي لازم تخلط البيض مع الزيت من حد ما ينحط على النار، مش تحط الزيت ينكدح بعدين تحطي عليه البيض او يعني الزيت. مش منيح انت شايف؟ لا 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 لا، على طول مباشر. بيفقد نكهته، لازم على طول مباشر يعني. بعدين استخداماته اللي انت تفضلت فيها، هل ممكن كل انسان متاح له في البيت يجيب زيت الزيتون ويستخدمه للتجميل، للبشره، للاكل، ام انه تنصح انه يروح للتصنيع؟ في ناس ادرى. فوائد زيت الزيتون يساعد في حمايه الكبد من مرض الفيروس سي. يساعد زيت الزيتون في عملية التنحيف، حتى الإنسان اللي بده يكون نحيف وبده يكون جسمه إنه يقلل من الشهية والجوع، وذلك بسبب غنائه بحمض الأوليك. يعمل زيت الزيتون على ضبط مستوى الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثية، يعني اللي بياكل زيت زيتون بتلاقي دائما عنده الدهون الثلاثية خفيفة وبيعمل على ضبطها. يقلل من الإصابة بمرض الزهايمر، اللي بياكل زيت زيتون بتلاقيه دائما يعني نشيط وافكاره. طيب اسمح لي، هذه الفوائد تقريبا متعارف عليها، لكن اسمح لي اسالك كثير فوائده. ويستخدم يغذي الشعر ويستخدم كحمام الزيت. يعني الانسان اللي اسمح لي انا عشان الوقت ما يداهمنا اسالك عن استخداماته، هل متاح لكل انسان في البيت يستخدمه مباشره بالذات في الشعر تجميل البشره، ام انه يروح لمواد مصنعه منه الكريمات الصوابين؟ لا لا, 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 لا. صابونة الشكعة صابونة ممتازة جدا وتستخدم للحمام 100%، لكن لو صح زيت الزيتون، حتى الإنسان اللي يعني بدهن وجهه خلال الليل فترة الليل بزيت الزيتون وبصبح بتلاقي وجهه بالمع لمع، يحميه من حر الشمس. يعني لو كنت أنت طالعة في منطقة خلوية وبدك تتعرض إلى شمس شديدة ودهنتي وجهك بزيت الزيتون بيحمي بشرة الوجه وبتضل بشرة الوجه لامعة. حتى الإنسان اللي بده يحافظ سواء الرجل أو المرأة بدها تحافظ على وجهها يضل مشدود وتظهر في سن الشباب، اللهم صل على سيدنا محمد، تدهن وجهها بزيت الزيتون.
للشعر مغذي للشعر، مغذي جدا للشعر زيت الزيتون، يعني من افضل الحاجات اللي هي بيستفيد منها جسم الانسان زيت الزيتون. بعدين يعد انت كل هذه الفوائد اللي بتتكلم عنها فياجره طبيعيه، يعني اكبر منشط للانسان زيت الزيتون. طيب انت بتتكلم عن كل هذه الفوائد لزيت الزيتون ولثمره الزيتون، كل هذه الفوائد خلت من هذه النبته لها مكانه وقيمه عاليه جدا بالتراث الفلسطيني. موجودون ما دامت شجره الزيتون موجوده، يعني احنا تراث ابائنا واجدادنا، العدو بدمر واحنا بنزرع، العدو بدمر واحنا بنزرع، فيش حياه ما دام فيش شجره الزيتون. بالنسبه للفلسطيني ما في حياه الا بوجود الشجر الزيتون، لانه هذه شجره مباركه وذكرت في القران، والتين والزيتون وطور السنين، يعني الزيتون البلح الرمان التين، هذه الاشجار كلها مباركه وهذه كلها تشتهر في فلسطين ومزروعه الحمد لله بكثره. العدو بدمر وبجرف، هو بدمر منها واحنا بنزرع منها، لا حياه مع الياس ولا ياس مع الحياه. أشكرك جزيلا الحاج عيسى الدحدوح ممثل المزارعين في قطاع غزة وأيضا مختار عائلة الدحدوح. إذن كل هذه الفوائد التي تحدث لنا عنها الحاج تجعل من شجرة الزيتون ملازمة لحياة الفلسطيني وتراثه، حتى وإن ظلت إسرائيل والمستوطنين في كل أماكن تواجدهم يحاربونها، حتى أنه بالأمس قطعت مجموعات من المستوطنين ما يزيد عن 50 شجرة في مناطق الضفة الغربية، مناطق التماس. ولكن يقول الحاج عيسى الدحدوح بأن شجرة الزيتون ملازمة للفلسطيني، لا يمكن أن تقطع من جذورها أبدا، فهي في كل مرة تقطع تعاود وتنمو من جديد موجودة بوجوده. إليك زميلي محمد. شكرا لك في غزة الزميلة غالية حمد مراسلة الجزيرة مباشرة، وشكرا لضيفك الكريم الحاج عيسى المختار على هذه الشجرة، على هذه الأحاديث، على هذه المعلومات، على هذا الرمز والمعنى لفلسطين ولغزة، شكرا لكم. بما أننا مشاهدين في قطاع غزة، فإن القطاع كما في فلسطين المحتلة يشتهر بزراعة الزيتون واستخلاص زيته، حتى صارت نبتة الزيتون ترمز للصمود والمقاومة. التقرير التالي من غزة يتحدث عن حصاد ثمار الزيتون وعصره، لنتابع. موسم الزيتون مش زي الايام اللي سبقت زمان، كان لما ينزل يجي موسم الزيتون ينزل العائلات مع اولادهم ونسوانهم وينزلوا يلقطوا الزيتون وهم يغنوا مبسوطين. شجرة الزيتون هي شجرة مباركة، هي رمز من للقضية الفلسطينية، شعبنا الفلسطيني اللي بكى، يعني لما موجود الزيتون موجود الخبز بيقدر يعيش. فاليوم موسم الزيتون اليوم مش كله حامل، في قسم حامل في قسم مش حامل، في شيء سنه بيحمل وسنه ما بيحملش، فهون الفلاحين متعودين على هاي الاشياء. عاده احنا بنبدا بشغل الزيتون في شهر 10 اول اكتوبر لحد شهر 12 تقريبا بضلوا الفلاحين يشتغلوا. انا بشتغل عاده بالمعصره تبعتي على اساس اعطي نظام للفلاحين اللي بمنطقه ارض الروحه والمجاوره منطقه ام الفحم وقرى ام الفحم والمثلث الشمالي، بشتغل بس للفلاحين. بعد موسم الزيتون بسكر المعصره لباقي السنه. انا عاده بشتريش زيت وببيعش زيت، انا بشتغل للفلاحين وهم بيدفعوا لي وبيبيعوا زيتهم لحالهم. في ناس عاديين اللي ما عندهمش شجر زيتون وما عندهمش ارض، اللي بيجوا هون بيشتروا من المعصره، باخذ زيتاته لكل السنه وبروح. هذه اجواء انت بتشعر قديش في عندنا في الوسط العربي ناس متشبثين بالارض، بحبوا ارضهم، وهذا بيعمل لي بطيب لي قلبي ان انا بشوف الفلاحين كلهم بروح على الارض، هم ونسوانهم واولادهم الشباب والاختريه الشياب النساء كلهم اولاد كلهم بروح على الزيتون، بتشوفهم كل واحد زاقط بالزيتونه متشبث فيها كانها شيء خاص له اللي هو عن اب وجد. هذا موضوع اللي ما حدا بيتنازل عنه، كل واحد عنده ارض بحب يلقطهم بايده ويجيبهم على المعصره يدرسهم، بتهنى لما يشوف الزيت بيطلع يلقوا معهم خبز بيحاولوا ياكلوا يطعموا الاولاد يطعموا بعض الناس.
كله يعني كل من زيتاتي وهذا كل من زيتاتي، كل واحد له المحبة تبعته في فريق الزيت. ما أعظم هذه الشجرة المباركة وما أعظم زيتها سعد صباح، زيت الزيتون الفوائد. معنا أيضا هنا في الأستوديو الأستاذ خالد المقدم خبير تغذية. أستاذ خالد، فرصة طيبة أننا سنسألك وسنتعرف من خلالك وتجربتك على كثير من قضايا زيت الزيتون. أيضا مشاهدينا الكرام، نتوقف الآن مع التعليقات متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ينقلها إلينا عمر فياض. عمر مرحبا بك، يبدو أنك تستهلك زيت الزيتون كثيرا، ليس كذلك؟ هو جيد جدا في الطعام وأستخدمه بشكل كثير في طعامي تحديدا. نعم، هناك الكثير من الأسئلة التي ستوجه للضيف بالإضافة إلى تجارب كتبها أيضا الجمهور لنا، المشاركات عديدة حقيقة. مرحبا بك. على صفحتنا أبدأ من على الفيسبوك، وهذه المشاركة لهذا الحساب يقول: ما هي فوائد زيت الزيتون بما أننا هنا في تونس نستعمله بكثرة في أغلب المأكولات؟ نذهب إلى السؤال التالي لهذا الحساب، يقول: هل يصلح زيت الزيتون لبلحة الحنجرة؟ أريد جواب بسيط وجزاكم الله خيرا. نذهب إلى السؤال التالي ليوسف، يقول: هل زيت الزيتون مفيد لدهن الجسم؟ وهل شرب فنجان منه يضر بالصحة أم ماذا إذا تناوله بشكل منفرد؟ هل هو مضر أم مفيد؟ هذا الحساب يقول: السلام عليكم، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم. سؤالي: فائدة زيت الزيتون للشعر، وهل كثرته يؤدي لتساقط الشعر شعر الرأس أم ماذا إذا استخدامه في بالنسبة لفروة الرأس أو فروة الشعر كما يقال؟ أحمد علي يقول: قرأت وصفة طبية من زيت الزيتون والثوم، ينقع الثوم داخل الزيت لمدة 30 يوم، ما هي فوائد هذه الوصفة وهل هي صحيحة أم مضرة؟ نذهب إلى التعليق التالي للرأي، يقول: ما هي أفضل طريقة لعصر الزيتون حتى يكون صحي بدرجة عالية جدا؟ التعليق التالي أو السؤال لندى تقول: هل كل زيت الزيتون يستخدم للشعر؟ لأنه عند استخدامي للزيت الطبيعي أشعر بأنه ثقيل جدا على الشعر، مما يؤدي إلى تكوين القشرة في الشعر. سؤال أو تجربة أيضا لتوفيق، يقول: كيف نفرق بين الزيت الأصلي والزيت المغشوش؟ وسؤال لأمير يقول: زيت الزيتون هل له فوائد للأسنان واللثة أم ماذا إذا صحته للفم؟ أما التعليق التالي لإيمان تقول: هل من الخطأ وضع زيت الزيتون على البشرة ثم التعرض للشمس بعد ذلك مباشرة أم ماذا؟ الآن ننتقل إلى تويتر وما عليه من بعض المشاركات أيضا. هذه تغريدة يقول: ما الفرق بين جني الزيتون أثناء اكتسابه فقط اللون الأخضر وبين تركه حتى يسود وبعدها نجني؟ هل هناك تأثير لذلك على نوعية الزيت فيما بعد أم ماذا؟ نذهب إلى التغريدة التالية لأبو ناصر، يقول: هل يطيل زيت الزيتون الشعر أم ماذا؟ وإن كانت الإجابة بنعم فنرجو اصطحابها بتفسير علمي لكيمياء الزيت ووظائف الأعضاء. آخر ما لدينا من المشاركات لهذا الحساب يقول: إذن هي التغريدة الخاصة ب متى يجنى الزيتون أثناء لونه الأخضر أم الأسود. هناك تغريدة لم تظهر معنا وهي عن مخاطر الإكثار من استخدامه أو شربه كما وضع في تغريدته، وكيف يساعد على تخفيف آلام المفاصل. إذن كانت هذه جملة من أغلب الأسئلة التي وردتنا على صفحتنا، وبالتأكيد هناك أسئلة كثيرة في إعداد زميلي محمد ليطرحها أيضا. شكرا لك عمر، هذا يوم جميل ينبغي أن نغتنم فيه فرص نستفيد من زيت. شكرا لك عمر. طبعا أستاذ خالد المقدم خبير التغذية، مرحبا بك. يعني استمعت ربما وتابعت ما قاله المشاهدون الكرام، دائما السؤال: فوائد زيت الزيتون، وهل يكون بالطبيعي بشرب الزيت بأكل الزيتون بإضافة مواد طبيعية؟ أنتم خبراء التغذية، كيف تنظرون إلى هذا الثمار المبارك؟ تمام، وفي البداية الموضوع زيت الزيتون دي تعتبر شجرة عريقة يعني موجودة منذ آلاف السنوات، وتشتهر بها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، يعني تعتبر أكبر منتجين في العالم لإنتاج الزيتون وزيت الزيتون هي منطقة البحر الأبيض المتوسط.
حتى برنامج الغذائي الخاص اللي هو بالهرم الغذائي مصمم طبيعيا، موجود فيه في اعلى قمه الهرم من فوق موجود زيت الزيتون في اعلى قمه الهرم. من ضمن الحاجات اللي احنا بنركز عليها اللي هو زيت الزيتون، لابد ان احنا نكون عارفين انواعه، لان على حسب النوع بيكون فيه فوائد. بعض الناس بيتناولوا زيت الزيتون وبيلاقوش منه اي فايده او بيدي فوائد عكسيه، ده نتيجه لانه لابد ان احنا نكون عارفين ان في انواع من زيت الزيتون، والانواع دي هي اللي بتحدد الفوائد بتاعه زيت الزيتون. احنا في البدايه بنقول ان في حوالي 6 انواع موجودين في السوق التجاري، موجودين اوريدي في السوق. دولت 6 انواع، منهم اول حاجه اللي هو الكسترا فيرجن اللي هي البكر الممتاز، ودي نسبه الحموضه فيه المفروض انها لا تزيد عن 8%. دي مهمة جدا. بعض الشركات الكبيرة بتبقى كاتبة نسبة الحموضة على الإزازة بتاعت زيت الزيتون نفسها، ودي بتكون حاجة دي مهمة جدا. النوع الثاني وهو الفيرجن أويل، أوليفز أويل، بيكون اللي هو زيت البكر. ده نسبة الحموضة فيه لا تزيد عن 1.5%، ماشي، ودي بتكون مذكورة على الإزازة نفسها. بالنسبة للنوع الأول والنوع الثاني اللي هو البكر، ده المفروض أنه لا يعرض للحرارة ويستخدم على البارد مع كل أنواع الأغذية، يعني مثلا يستخدم مع السلطة، يستخدم مع اللبنة، يستخدم مع الزعتر. المهم أنه لا يتم تسخينه أبدا، ده رقم واحد. رقم اثنين، لا يعرض للضوء مباشرة، وبالتالي أحسن زيت الواحد نكون نشتريه يكون لابد أن تكون الإزازة بتاعته تكون غامقة، ماشي، لابد الزجاجات الشفافة دي غير صحية لتداول زيت الزيتون. النوع الثالث احنا بنسميه اللي هو بيور، اللي بنسميه اللي هو زيت الزيتون النقي، ماشي، ودي بيكون فيه نسبه الحموضه اعلى، ماشي، وده بينفع دايما لكل انواع المقليات والزيوت المعامله بالحراره والمعجنات وما الى ذلك. في الزيت اللي بعد كده بنسميه اللي هو الزيت المكرر، اوكي، وده الزيت المكرر فيه ملحوظه واحده صغيره، ان هو لابد ان احنا نكون حذرين فيه لنسبه الحموضه، اوكي، ولازم أن يكون معلوم المصدر، لان دايما الزيت المقرر بيتم استخلاصه بطريقه كيميائيه، لكن الزيوت العاديه اللي هو زيت البكر والزيوت الاخرى بيتم استخلاصها بطريقه طبيعيه بدون استخدام مذيبات كيميائيه. لكن الزيت المكرر، وده مهم جدا، هو والنوع السادس اللي هو بنسميه البروميس، اللي هو بيكون فيه تفل الزيتون، بيتم استخلاص منه زيت الزيتون، وده يعتبر درجة أخيرة في أنواع الزيوت، وده احنا لا يفضل استخدامها في النظام الغذائي. لكن المشكلة ان هو بيتم دخولها في بعض حالات الغش، صحيح، الغش التجاري، وبيتم خلط الزيت البروميس ده اللي هو بيسميه زيت تفل الزيتون، يتم خلطه بزيت البكر ويتم تداوله في الأسواق على انه يستخدم للمواد الغذائية. ولذلك ينبغي على المشتري ان ينتبه. أستاذ خالد، عندما ذكرت البحر المتوسط والشجرة تذكرت اجمل ما قرأت ان الرومان الذين اشتهروا بعنايتهم الخصم كانت لهم وزارة خاصة كان اسمها وزارة شجرة زيت الزيتون. أستاذ خالد، موضوع ما سمعناه نقله إلينا الأخ عمر، يعني يتمثل سؤال عن دواء الحنجرة، عن دهن الجسم، عن شربه، فائدة الشعر، أجمل لنا هذه الفوائد المتعلقة بالأمراض في الحنجرة، في المفاصل، في الدهن، في الشعر، في الشرب. اوكي، من ضمن الفوائد اللي بتستخدم فيها زيت الزيتون، في استخدام خارجي واستخدام داخلي. الاستخدام الخارجي المتعلق بالمستحضرات التجميل والدهانات وما الى ذلك، بننصح دايما لو احنا هنعمل دهانات خاصه بزيت الزيتون وما الى ذلك، ان لازم ان يكون الشخص نفسه ما يكونش في عنده اي امراض جلديه او اي تقرحات او اي حاجه خاصه بيها، لانه في بعض الاوقات بيكون بعض انواع زيت الزيتون بتكون فيها ماده النيترو بيورين. نيتروزا بيورين ده بيكون دي ماده تعتبر ماده كيميائيه مسرطنه بتكون موجوده اثناء عمليه الاستخلاص، فعشان كده لو انا هستخدم زيت الزيتون اللي هو الخارجي في الاستخدام الخارجي بيكون يا اما زيت بيور او زيت لايت او زيت فيرجن اللي هو البكر.
ما يستخدمش النوع الثالث اللي هو النوع الاخرانيين اللي هم المكرر والنوع اللي هو تفل الزيتون. ليه؟ لان هو بيكون في استخلاصه بيكون معاه بيتم استخلاصه باستخدام مذيبات عضويه زي الهكسان، ودي يعتبر بتعمل تهيج هيجان للجلد او بتعمل حساسيه. هل معنى ذلك بين قوسين استاذ خالد سامحني، هل معنى ذلك انه لا يمكن يعني ممكن اشتري زيت الزيتون واستعمله بطرق الخاصه، ام احتاج الى خبير، احتاج الى شراء بعض مستخلصات زيت الزيتون بين قوسين؟ الفرنسيين من اشهر الناس الذين يستعملون التجميل ومن مستخلص من زيت الزيتون. يعني دائما دائما حتى في السوق الاوروبيه لا يتم السماح بتداول زيت الزيتون دون ذكر نسبه الحموضه البي اتش. يعني اخطر شيء هو الحموضه. ايوه بالظبط كده. هي النقطه ان هو نسبه الحموضه هي اللي بتحدد، كل ما قل رقم البي اتش الحموضة كل ما كان زيت الزيتون نسبة الجودة فيه عالية جدا. كل ما ارتفع رقم البي اتش اللي هو نسبة الحموضة كل ما قلل من قيمة الجودة الخاصة به. وبالتالي التداول الصحيح لزيت الزيتون لابد أن يسكر رقم الحموضة على الزجاجة من الخارج، ولكن بعض الشركات نظرا لأنها ما بتستخدمش تكنولوجيا حديثة أو نظرا لأنها مش عايزة تقلل، لا تكلف نفسها مش عايزه تقلل السعر. يعني مثلا تبص تلاقي زيتون يقول لك زيتون خليط بكر مع مكرر، او زيت بكر خليط، او زيت مكرر، او زيت بروميس مع زيت البكر. هو مش عايز يقول ان نسبه اضافه الزيت البكر قد ايه في الزيت عشان ما يقللش من السعر، والا مش هيجذب الزبون. طبعا هناك رقابه تجاريه وهناك مخابر. استاذ خالد، من الاسئله التي طرحت قبل حين كان هناك امراه تسال هل استعمل شعر الزيتون عندما تضع زيت الزيتون تضع على الشعر تجد ان ثقل، هل استعمالات بالطبيعي ام يحتاج مره اخرى الى خبير والى مراعاة هذه النسب كما قلت؟ بالظبط. هي النقطة في حاجة واحدة بس مهمة جدا، ان عند استخدام زيت الزيتون يتم استخدامه في عمل الحمام الزيت، ده بيكون مفيد جدا واكثر فائدة اكثر اللي هو استخدامه مع الحمام الزيتي. لكن استخدام زيت الزيتون وفقط بدون عمل معاملات حرارية زي الحمام الزيت او ما الى ذلك ما بيبقاش فيه فائدة كبيرة قوي بالشكل العادي. ولكن استكمالا لموضوع الفوائد زيت الزيتون، من ضمن الفوائد زيت الزيتون ان هو بيحتوي على دهون غير مشبعه بنسبه اعلى، والمنافس لزيت الزيتون وده احنا دايما بننصح بيه اللي هو زيت بذر اللفت. بذر اللفت اللي هو بنسميه زيت الكانولا. اوكي، بيكون ده اللي هم يعتبروا انقى انواع الزيوت في اللي هي ممكن احنا نتناولها، معادل في فوائده للزيت، معادل لفوائده في زيت الزيتون، وده موجود في وسط اوروبا اللي هو زيت الكانولا، ويمكن سعر زيت الكانولا ارخص من زيت الزيتون البكر بشكل كبير. دي حاجه تاني من ضمن الحاجات اللي احنا بنستخدمها اللي هو زيت الزيتون بيكون فيه نسبه عاليه من مضادات الاكسده وخصوصا فيتامين اي وفيتامين اي، والاثنين دول بيكونوا مفيدين جدا لانهم بيقللوا الشقوق الحره. من ضمن الحاجات اللي هي الممتازه جدا لزيت الزيتون ان هو بيقلل ال LDL اللي هو الكوليسترول الضار، وبيرفع من نسبه الكوليسترول المفيد اللي هو ال HDL، وده بيكون جدا كويس لمرضى الكوليسترول. ولكن هناك اضرار لزيت الزيتون، وهي الاضرار سوء استخدام زيت الزيتون. من ضمن الاضرار الخاصه بسوء استخدام زيت الزيتون، رقم واحد بالنسبه للحوامل الافراط في تناوله ده بيكون مش كويس للاطفال، وخصوصا ابتداء من الشهر الثالث بيكون غير مفضل الاكثار من تناول زيت الزيتون. طبعا نظرا لاهميه الموضوع استاذ خالد والاضرار، اذا سمحت لي سنعود اليها بعد الفاصل. هناك ما زال معنا مشاهدينا الكرام الكثير من الحديث عن الزيت، عن المنافع والاضرار. فاصل قصير مشاهدينا ثم نعود لاستكمال الحديث حول فوائد زيت الزيتون من الناحية الصحية، ابقوا معنا. ساعة صباح مستمرة من جديد مع دكتور خالد، ونواصل معك دكتور فوائد زيت الزيتون. كنت أشار دكتور خالد إلى مضار وركزت على النساء الحوامل. أيوة. هل من شرح تفصيل؟ المضار هل يتعلق الأمر بالاستعمال بظروف صحية بظروف معينة عند الرجل والمرأة؟
بالظبط. هي نقطة في إن الاستخدام السيء في دايما الشيء لو زاد عن حده بيقلب ضده زي ما بيقولون. من ضمن الحاجات اللي هي المضرة جدا اللي هو الإفراط في تناول زيت الزيتون قبل إجراء أي عملية جراحية، ولذلك بيفضل قبل إجراء أي عملية جراحية إن الشخص يا إما يقلل من زيت الزيتون قبلها بأسبوع أو يقلل أو يوقف استخدام زيت الزيتون قبلها بأسبوع واحد من إجراء أي عملية جراحية، لأن ده بيأثر على سيولة الدم وبيدي يتخثر الدم، ودي مهمة جدا في الاستخدام ده. رقم اثنين، في بعض الأشخاص اللي بيكون عندهم مشاكل خاصة بأدوية سيولة الدم واللي بيكون عندهم نسبة السيولة عندهم عالية، فبيفضل ان احنا بنقلل زيت الزيتون معهم لان ده بيتعارض مع أدوية اللي هي بتظبط لزوجة الدم. الحاجة الثالثة والحاجات اللي هي المهمة جدا ان احنا لو الاشخاص عندهم مرضى السكر بنقول لهم ما يبقاش في افراط في نسبة تناول زيت الزيتون لانه بيقلل من كفاءة الكبد وبالتالي بيعمل عدم انتظام في سكر الدم. في بعض الاشخاص بيفكر ان زيت الزيتون ليه علاقه مع الدهون الثلاثيه، فاحنا لازم نكون عارفين ان الدهون الثلاثيه زيادتها وانخفاضها متعلق بالكربوهيدرات، متعلق بالسكريات البسيطه، ما فيش علاقه ما بين زيت الزيتون والدهون الثلاثيه، تصحيحا بس لما ذكر في التقرير. ولكن زيت الزيتون له علاقه مباشره بالكوليسترول، وخصوصا الكوليسترول في ال دي ال وال دي ال والاتش دي ال والكوليسترول العام بشكل عام في الجسم. أما الدهون الثلاثية هي لها علاقة بالسكريات والكربوهيدرات. نعم دكتور، إذا سمحت لي طبعا سعداء بالاستفادة منك دكتور خالد. يعني عندما نقول زيت فلسطيني، زيت مصري، زيت من شمال إفريقيا، زيت هل نوعية وجودة هذا الزيت مرتبط بالمكان، مرتبط بالنوع، مرتبط بماذا؟ في الأسواق الآن زيت إسباني، زيت من هذا البلد، زيت من هذا البلد، كيف نختار ما هو الزيت الأنسب؟ أيوة. السؤال ده جميل جدا ودائما بنسأل السؤال ده. النقطة، أي مادة، أي نبات بيخرج من الأرض بيبقى فيه حاجة مهمة جدا متعلقة بالأملاح المعدنية، والجزء الثاني اللي هو خاص بنسبة الماء. كل زيتونة بتفرق عن الزيتونة الثانية في نسبة الأملاح المعدنية وفي نسبة الماء اللي هي موجودة فيها، وعلى أساس وعلى أساس المكونين دول بيتغير الطعم. يعني الطعم هو عبارة عن خليط من الأملاح المعدنية ومع الكلوروفيل مع الماء. الزيتون، زيت الزيتون يعتبر هو الزيت الوحيد في العالم اللي هو بيكون موجود فيه كلوروفيل، ماشي، بغض النظر عن الأنواع الأخرى من زيت الزيتون بتكون أعلى نسبة كلوروفيل موجودة في زيت الزيتون. عشان كده زيت الزيتون بيعتبر من ضمن الزيوت الممتازة للي عندهم أنيميا، لأنه هو بيكون في مادة الكلوروفيل، والكلوروفيل اللي بيكون غني بالمغنيسيوم، والمغنيسيوم ده بيكون كويس لعمل التمثيل الغذائي للحديد في الجسم. عشان كده من ضمن الحاجات اللي احنا بنذكر عليها، وفي واحد يقول أخد الزيتون الأسمر ولا أخد الزيتون الأخضر. سؤال صحيح. الزيتون، الفرق ما بين الزيتون الاخضر والزيتون الاسمر ان احنا لو احنا عايزين نخس وننزل وزننا، الزيتون الاخضر هو الافضل بكتير من الزيتون الاسمر. الزيتون الاسمر نسبه السعرات الحراريه بتصل تقريبا لضعف نسبه السعرات الحراريه الموجوده في الزيتون الاخضر. يعني ال 100 جرام من الزيتون الاخضر بتكون نسبه السعرات الحراريه 120 سعر حراري، اما ال 100 جرام من الزيتون الاسمر بتوصل نسبه السعرات الحراريه ل 230 سعر. فعشان كده ولو انا استهلك الزيتون الاسمر اكون حذر جدا لان السعرات الحراريه فيه بتكون. دكتور خالد، سنعود اليك مع دراء الاولويه دائما. أوكي. لمشاهدينا الكرام. نحيي الاخ محمد مشاهدنا الكريم من المغرب. محمد مرحبا بك. وعليكم. وعليكم السلام، مرحبا اخي محمد. تحيه لك، بارك الله فيك، وتحيه للاستاذ الكريم. حياك الله اخي محمد، تفضل. أنا لدي تجربة من خلال يعني تجربتي البسيطة. كنت قرأت أحد المواضيع التي تتحدث عن زيت الزيتون. نعم. إنه من خاصية هذه المادة هذه النعمة التي منح الله إلينا، وهي يعني تغلف تلك العروق الدقيق في الدماغ، يعني تجعلها مثل ذلك الخيط الكابل الذي يوصل الكهرباء الملفوف بتلك المادة البلاستيك، بما يحافظ على هذه العروق. وانا هذه التجربة لدي بسيطة. انا كنت مؤدمن على اكل زيت الزيتون مع الصباح، يعني ابتعدت عليها بعد الايام وصرت اشعر
بعدم الدقة، يعني لا أستطيع أن أركز يعني في كل شيء، ولكن عندما عدت إلى زيت الزيتون صارت لدي يعني ذاكرة قوية وأركز. يعني هذه تجربة بسيطة أريد أن أشارك بها، يعني والله العظيم لا يساعد على التركيز. يعني عندما ابتعدت عن زيت الزيتون أحس يعني بإرهاق في الذاكرة ولا أستطيع أن أركز، ولكن عندما عدت إليها صرت يعني صار التركيز عندي جيد وكل شيء. والسلام عليكم. عليكم السلام، شكرا جميلا جزيلا. خبره وتجربه دكتور خالد، تعليق. هي بالنسبه لزيت الزيتون بيكون غني جدا بمضادات الاكسده، وده بيكون ليه علاقه طبعا بالوظائف المخيه والوظائف الذهنيه، زائد ان هو بيساعد على زياده تدفق الدوره الدمويه بشكل اكبر، وخصوصا لعضلات القلب. ومن ضمن الحاجات اللي هي المفيده جدا لمرضى القلب ان هم ياخدوا زيت الزيتون في اليوم. ولكن في حاجه مهمه جدا احنا لازم نركز عليها، شرب زيت الزيتون على الريق صباح. بالظبط، هو كل شخص ليه مقنن غذائي المفروض ما يتجاوزهوش في نسبه زيت الزيتون. احنا بنقول احنا بننظمها على اساس ان هي عشر الوزن بالجرام، يعني بمعنى لو واحد اذا كان وزنه 70 كيلو مثلا، لو وزنه 70 كيلو بيبقى في العشر الوزن بالجرام، يعني 70 يعني 70 كيلو يبقى 7 جرام زيت في 2 بس كده. هي دي معادله بسيطه، يعني انت 14 جرام زيت بس في مقنن غذائي لليوم كله. لكن بعض الاشخاص بيتجاوزوا بيخش في 100 ملي او 200 ملي، دي بتكون نسبتها عاليه جدا، وده بيكون يعني مش تقصد كويس. دكتور خالد 1% من الوزن ولا لا بتكون العشر في 2، يعني مثلا يكون 20% من الوزن بالجرام، بمعنى ان هو لو مثلا وزنه 70 يبقى ليه 14 جرام. لو وزنه 100 كيلو هياخد 20 ملي فقط او 20 جرام بس فقط من زيت الزيتون. فبالتالي لو هو زاد عن 20 ملي بالنسبه لوزنه ده بيكون غير صحي، لان الزياده في تناول الزيت بتكون زياده في السعرات الحراريه، وبالتالي بتساعد على تدي نتيجه عكسيه، بدل ما بتساعد في الجسم يزود من معدل زياده الانتي اوكسيدنت في الدم وما الى ذلك بتزود السعرات الحراريه، وبالتالي على اللونج ران ممكن يعمل فاتي ليفر. نعم، فدي مهمه جدا. دكتور خالد، زيت الزيتون التيني والزيتون، بسم الله الرحمن الرحيم، دائما هناك ارتباط في القرآن الكريم، واخر ما سمعت انه مجموعه من الاطباء اليابانيين اكتشفوا ان غده ما بالراس تساعد الانسان على ان يقاوم الشيخوخه، ولما عرفوا ان ذلك مذكور في القرآن الكريم وان سحر هذه الشجره أسلم. الجانب العلمي والاكتشافات والفوائد التي ربما لم نكتشف إلا القليل منها دكتور، في الحفاظ على شباب الإنسان، على لياقته، على أناقته، والمداوات أيضا. هي نقطة أن شجرة زيت الزيتون، يعني لو اتكلمنا على التاريخ والعلاقة بالأديان وما إلى ذلك، على أن شجرة زيت الزيتون، خشب شجرة زيت الزيتون هو يعتبر من الأخشاب الموصى بها في إعداد الهيكل خاص باليهود في قديم الزمان. فهو الهيكل بيبقى فيه. هل تسمح لي دكتور استاذنك بان اسمع رجلا سعيدا مشاهدا سعيدا سعيد من المغرب؟ مرحبا بك. مرحبا، صباح الخير. صباح النور، تفضل اخي سعيد. اريد ان اسال ان كان زيت الزيتون يفقد فوائده ان تم خلطه مع بعض الحبوب. خلط زيت الزيتون مع ماذا؟ حبوب ك الفول السوداني. اوكي، الفول السوداني وبذور السمسم. نعم، اوكي، شكرا لك استاذ سعيد. أوكي، دكتور تفضل. اوكي، بالنسبه لخلط زيت الزيتون يفضل ان هو يكون الزيت المخلوط يكون زيت من الدرجه الاولى او الثانيه، اللي هو خاص بزيت الفيرجن اللي هو البكر الممتاز او البكر، ولكن لا يفضل باستخدام زيت المكرر او الزيت اللي هو البروميس اللي هو خاص بزيت الزيتون في خلطه مع الزيوت الاخرى، لان في حاجه اسمها فود فود انتراكشن اللي هو تدخلات الاغذيه مع بعضها. فعشان كده بيفضل زيت السمسم والفول السوداني ممكن نخلطهم مع زيت الزيتون البكر او البكر الممتاز. ده بيكون ممتاز جدا، ولكن الخلط يكون من اجل التناول مباشره، مش من اجل التجهيز لمثلا لاسبوع او اسبوعين. يعني بعض الاشخاص بيجيب سمسم ويخلطه مع زيت الزيتون ويتم الخلط ده مثلا لمده مثلا لاسبوعين ثلاثه اسابيع، لا يتم الخلط على المائده ويتم تناوله فورا. كمان زيت الزيتون بيتخلط مع الزعتر، وكمان بيتخلط اللي هو زعتر بزيت الزيتون، وكمان زيت الزيتون ممكن يتخلط مع اللبنه. في حاله الخلط لا يفضل اللي هو التخزين بعد ذلك، يعني الخلط ثم الاستخدام مباشره. ولكن في بعض الاشخاص بيخلط ويركن لمده اكثر مثلا من يومين
مخلوط بحيث انه يتناوله جاهز مباشره، وده اللي احنا ما بنفضلهوش. يعني يفضل الخلط والتناول المباشر. الخلط والتناول مباشره. ليه؟ لان زيت الزيتون من اكثر انواع الزيوت حساسيه للضوء، وحتى احنا لما نيجي نشتري زيت الزيتون لا يفضل تناول شراء ازايز زيت الزيتون في زجاجات شفافه وبلاستيكيه، يفضل انها يكون زجاجيه او المعدن، وبالتالي تكون غالي. دي بتكون من اهم الحاجات اللي هي مهمه جدا. استكمالا الموضوع الاستكمال لشجره زيت الزيتون، فهي مستخدمه في قديم الازل، حتى في ايام الفراعنه بتستخدم زيت الزيتون، وكمان شجره زيت الزيتون بتستخدم مع اليهود في المعابد، ولذلك ده بيكون من الحاجات المقدسه عندهم، وبالتالي دي موجوده في كل الديانات. ولكن في حاجه مهمه جدا، ان نظره للتاريخ المتوارث عليه مع شجره زيت الزيتون، فاصبح جزء كبير جدا من طبيعة الجسم البشري عندنا بتعتمد على زيت الزيتون، وبالتالي هي تعتبر من ضمن الحاجات اللي هي تكون مهمة جدا. ورق الزيتون غليانه، في بعض الأشخاص بياخد زيت الزيتون، الورق بتاع زيت الزيتون بيخلطه، ده بينزل نسبة السكر في الدم بشكل سريع جدا، ودي حتى في بعض أنواع الدراسات والطب البديل حاليا دلوقتي بياخدوا البودرة بتاعة ورق زيت الزيتون وبيخلطوها مع الجبن واللبنة. ايوه بالظبط، بتطحن زيت الورق، زيت الزيتون بيطحن وبيتخلط مع الجبن واللبنه وفي الماده الغذائيه، ده بيكون ممتاز جدا في نزول نسبه السكر بالدم بشكل كبير جدا. كمان بيساعد كمان في التخسيس. نعم. كنت ساسالك في موضوع الحميه او التخسيس، يعني هل ينفع في الاكل شرب الزيتون استعماله، الطرق المناسبه دكتور؟ رقم واحد، عند استخدام زيت الزيتون احنا لازم نكون حريصين جدا. لو انا بستخدم زيت الزيتون ممنوع خلطه مع البروتينات لو انا عايز اخس، بمعنى انا مثلا باكل لحوم او اسماك او دواجن، الاكل اللي انا هاخد فيه بروتين بيفضل ان هو يكون ما يكونش فيه زيت الزيتون. لكن لو انا ضفت زيت الزيتون مع دكتور، مره اخرى معلومات قيمه ولكن استاذنك. وليد المطيري من الكويت، مرحبا اخي وليد. اهلا وسهلا. يا مرحبا. يا مرحبا فيك، ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ يسمعك. نعم تفضل اخ وليد. دكتور صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. عم سرحي. انا عندي استفسار دكتور. اتفضل. تفضل. تفضل. بالنسبة لزيت الزيتون، هل يخفض السكر اللي معاه سكر؟ نعم. وياخذ زيت الزيتون، هل يخفض السكر معاه؟ انا سمعت انه يخفض السكر معاه. ومتى يفضل ياخذه؟ يعني قبل الفطور مثلا، او اثناء النهار من الظهر، ولا متى ياخذه اذا خفض مستوى السكر بالدم يعني؟ شكرا لك اخ وليد، وطاب يومك بكل خير. والاجابه مع دكتور خالد. احنا لازم نحدد ان في سكر درجه نوع اول وفي سكر نوع الثاني. السكر النوع الاول اللي هو فيه الانسولين، وده مهم جدا ان نكون عارفين ان زيت الزيتون هيكون حاجه من ضمن الحاجات الصحيه اللي بتساعد في تنظيم السكر، ولكن هو مش هينزل السكر بشكل كبير. هو مفيد جدا للمرضى السكر من النوع الثاني اللي هم بيعتمدوا على الحبوب. بالنسبة للنوع ده بيعتمدوا عليهم، بياخد زيت الزيتون بما لا يتجاوز 20 جرام أو 20 ملي زيت زيتون في خلال اليوم كله، بمعنى أن الإفراط الزائد بيقلل من كفاءة تنظيم السكر في الدم. تناول زيت الزيتون ممكن يتناوله مع السلطة، أو ممكن يتناوله مع اللبنة أو مع الجبن، بتكون كويسة جدا، ويكون تناوله على البارد وليس على الساخن. ده بتكون مهمة جدا، ده عشان هو يستفيد ويظبط نسبة السكر عنده. كنت أشرت قبل أن نتوقف مع أبرز الفوائد، صحيح الدكتور اسمح لي أسألك، الطبخ وزيت الزيتون، والناس كثير بعضها تطبخ، وبعضهم من يفضل عند الطبخ يضيف زيت الزيتون، نصائحك الطبية والتغذية؟ احنا دائما بننصح في خطوات عشان نستفيد عموما من زيت الزيتون بالنسبة لربة المنزل أو بالنسبة للمشاهدين عموما. رقم واحد، اختار نوع يكون زيت الزيتون يكون فيه نسبة الحموضة أقل من 2%، دي مهمة جدا. ولو كان مثلا انه كل ما كانت نسبتها اقل يكون كويس جدا. رقم 2، اختار نوع زيت الزيتون اللي موجود في زجاجات غامقة،
مش الزجاجات الشفافة الفاتحة. رقم ثلاثة، اختار نوع زيت الزيتون اللي هو ما يكونش مخلوط مع اللي هو تفل الزيتون اللي احنا بنسميه اللي هو تجاريا بيسموه بروميس. فده لازم نحذره وما ندخلهوش بيتنا عشان ده مهم جدا. النوع الرابع رقم أربعة، ودي مهمة جدا، عملية خلط زيت الزيتون بالمواد الغذائية لابد استهلاكها مباشرة ولا يتم الخلط وإيداعها في الثلاجة، دي بتكون مهمة جدا. رقم خمسة، بنقول على اختبار سريع كيف تكشف بين زيت الزيتون المغشوش وزيت الزيتون والزيت اللي هو السليم باختبار صغير. بنجيب زيت الزيتون اللي أنا اشتريته بحطه في الفريزر لمدة ساعة، بعد كده بطلعه، إذا كان زيت الزيتون بيض أو تجمد أبيض أو لسه ما تجمدش لسه سائل، في هذه الحالة هذا الزيت مغشوش، لأن زيت الزيتون لما أعمل له عملية الاختبار ده بيكون مجمد وبيكون يحتفظ باللون الأخضر بعد خروجه من التلاجة بساعة، وده اختبار سريع ست البيت ممكن بتستخدمه عشان تكشف عليه. طبعا رقم خمسة رقم ستة، ودي بتكون مهمة جدا، ان هو الاشخاص اللي هيتناولوا زيت الزيتون لابد ان هو يعرف اذا كانت درجة الحموضة اقل من 1.5 لغاية 2%، ده ممكن يستخدمه على البارد فقط لا غير. اما اذا كانت نسبة الحموضة اكتر من 2%، ده لا يتم استخدامه على البارد ولكن يتم استخدامه على الساخن. دكتور خالد، شكرا على النصائح، أرجو أن تبقى معي في قبل الختام. مشاهدينا الكرام، نتوقف الآن مع إجمال أو إبراز الفوائد الصحية لزيت الزيتون، تابعوا. كانت هذه بعض فوائد زيت الزيتون الذي يكشف من خلاله العلماء في كل يوم عن جديد. صح. دكتور، قبل أن نفترق ربما هذا السؤال الأخير، الجمع بين التين والزيتون كما في القرآن الكريم الفائدة، وكيف، وهذه من باب النصائح، كيف يمكن أن يكون زيت الزيتون والزيتون رفيقا لحياتنا؟ الوقاية خير من العلاج، وفي الطعام الداء والصحة كما يقال. هو التين والزيتون دول بيكونوا مفيدين جدا للجهاز الهضمي، دول لصحة الجهاز الهضمي. من ضمنها الحاجة المهمة جدا، التين بيكون فيه نسبة الألياف فيه بتكون مفيدة جدا لأنها كناحية صحية، زائد إن هو بيكون ممتاز جدا لأنه بيكون بيحافظ على البكتيريا الموجودة داخل القولون اللي هي البكتيريا النافعة داخل الجسم، وكمان بيزود من حركة هي الحركة الدودية الخاصة بالجهاز الهضمي للأمعاء، وبالتالي بيساعد على إن هو يقلل من عملية الإمساك اللي ممكن تحدث. حاجة تانية كمان، زيت الزيتون اللي جمعه في كوجبة غذائية مع التين ده بيكون كويس جدا وبيكون صحي، لأن يكون في يجمع ما بين المضادات الأكسدة اللي موجودة في زيت الزيتون والفيتامينز، وبيجمع في نفس الوقت ما بين الألياف اللي هي بنسميها السوفت فايبرز اللي هي الألياف الناعمة اللي هي بتكون موجودة في الزيتون زائد التين، وبالتالي ده بيكون مفيد جدا أثناء عملية التغذية الخاصة بهذا الموضوع. الحاجة التانية، ودي بتكون حاجة كويسة جدا، اللي هو استخدام زيت الزيتون، لابد ان هو لما بيكون بيستخدم بنستخدمه في فترة الصباح او فترة المساء، ودي بتكون من احسن الفترات اللي الجسم بيستفيد بيها اللي هي فترة الصباح او فترة المساء. وكمان لو استخدمنا زيت الزيتون مع الليمون بيكون مفيد، واستخدام زيت الزيتون ايضا مع الثوم
ده بيكون مهم جدا، لان الثوم بيكون غني بالمضادات الاكسده وخصوصا اللي هي المفيده لعضله القلب، وفي نفس الوقت بيكون في فوائد خاصه بالزيت نفسها اللي هي مضاد الاكسده، فبتكون عباره عن استخدام مثالي جدا جدا اللي هو خلط زيت الزيتون بالزعتر وخلطه بالثوم وكمان خلطه مع الليمون، ده بيكون مفيد جدا لان له فوائد صحيه كبيره قوي. شكرا جزيلا لك دكتور خالد المقدم خبير التغذية، استفدنا كثيرا ولله في خلقه شؤون. بهذا ينتهي لقاء اليوم من ساعة الصباح، نشكر ضيفنا دكتور خالد المقدم خبير التغذية على هذه المعلومات. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، لكل من اتصل وسأل، ابقوا دائما مع ساعة صباح الجزيرة مباشرة. إلى اللقاء، شكرا لك دكتور.